أنا اسمي جوني في الصف الخامس من مدرسة أوكتري برايمري سكول، وأنا هقرأ قصة حساء الحجارة. سهيلو وسعيدو وسالمو ثلاثة جنود يعلمون بإخلاص على حفظ الأمن والأمان. في يوم من الأيام وبينما هم يتجولون في البلاد في مهمة رسمية، قادتهم خطتهم بعيدا عن وجهتهم، ووجدوا أنفسهم في قرية لا يعرفونها، وقد ضلوا الطريق وأنهكهم تعب المسير الطويل. ولكن بالرغم من ذلك تفاءل الجنود الثلاثة بانطباعهم الأول عن القرية، فقد كان هواءها صحوا نقيا ومبانيها جميلة أنيقة، وأناسها يتبادلون الحديث والضحك، فقالوا: ما أجمل هذه القرية وما أطيب أهلها، لابد أنهم كرماء وهذا وقت غداء، فلنمضي للتعرف عليهم وحتما أنهم سيضيفوننا. اقترب الجنود من أهل القرية، لكن فتى من فتيان القرية نبه أهل القرية إلى قدوم الجنود الثلاثة، وما هي لحظات حتى سرع أهل القرية بالابتعاد عنهم، فدخلوا منازلهم وأغلقوا أبوابهم. تفاجأ الجنود من هذا التصرف ولم يجدوا له مبررا واضحا، وفسر كل منهم الموقف بطريقته الخاصة. فصرخ سالم: ما هذا اللؤم؟ نحن نعمل طوال النهار لحمايتهم وهم يبخلون علينا بقطعة خبز. هذا سعيد بيأس، إنهم فعلا بخلاء. لكن سهيل قال وهو ينظر إلى الأبواب المغلقة: وربما يكونون جهلاء، إنهم لا يعرفوننا ويجهلون سبب مجيئنا إليهم، والناس أعداء ما جهلوا، يجب علينا توعيتهم. سالم: إنهم لا يستحقون التوعية، انسى الأمر وفكر في شيء نأكله. قال سعيد: أنا أؤيد سالم، نحن فلنفكر في نفسنا. سهيل: إننا نفكر في أنفسنا فعلا، لا نريد أن نكون مثلهم، دعونا نفكر في طريقة لتوعيتهم. استسلم سعيد وسهيل للإنهاك وأحسوا بالإيأس والضجر، لكن سهيل مازال يشجعهم على التفكير قائلا: هل من فكرة يا شباب؟ رد سالم: لا توجد لدي أفكار. وقال سعيد: وأنا لا أستطيع الوصول إلى أي فكرة، أنا جائع. وفجأة قفز سهيل من مكانه فرحا: لقد وجدت فكرة رائعة، سوف نصنع حساء الحجارة. انفجر سالم وسعيد من الضحك: حساء الحجارة؟ هل أنت مجنون؟ قال سهيل: نعم، سوف نصنع حساء الحجارة، وهذا سيعلم القرويون أن المشاركة والتعاون سبب للسعادة. قال سعيد: وكيف يمكن لحساء الحجارة
أن يعلمهم المشاركة والتعاون. قال سالم: ليس لدينا من نخسره، فلنجرب على أي حال، ولكن قل لي أولا، كيف يفترض بنا أن نصنع حساء الحجارة؟ سهيل: فلنبحث في النهر، فحيث تجري المياه توجد الحياة. ابحثوا لي عن حجارة مناسبة ولتكون مستديرة. أخذ سعيد يراقب المشهد بذهول، في حين أن سالم يقلب الحجارة بين يديه ويقول: قد تكون هذه مناسبة، أو هذه أو تلك، كلها مناسبة. هذا لن يغير من الأمر شيئا، لكني سأفعل ما تقول. وضع الجنود الحجارة التي اختاروها على طاولة توسط الميدان، وقال سهيل: لنبحث الآن عن قدر نطبخ فيه حساء الحجارة. ثم انطلق سهيل إلى أقرب بيت وترك الباب، لا إجابة، فقط الصمت. ترك ثانية وبقوة، ما زال الصمت مخيما. قال لنفسه: أنا متأكد أن أحدا ما في الداخل، فقد رأيتهم يدخلون مسرعين. وخطرت بباله فكرة، فهتف بصوت عال: هل يمكن لأحد أن يعيرني قدرا لأتهو حساء الحجارة لأهل القرية؟ نجحت فكرته، فقد سمع حينها صوت ضحك خافت في الداخل، وصوت رجل يقول بحذر: ماذا يقول؟ يصنع حساء من الحجارة. وبالفعل أخذ سهيل القدر ووضع فيه الحجارة، ثم قال: لابد الآن من إيقاد النار، هل لدى أحد منكم خشبا؟ قال صاحب القدر: أنا أعلم أين أجده. وانطلق سريعا نحو جاره وقال له: تخيل أن هذا الجندي يزعم أنه سيطهو حساء الحجارة. قال صاحب الخشب: هذا مستحيل. رد عليه صاحب القدر: لقد بدأ بالفعل، لكن الأمر يتوقف على توفر خشب للوقود. قال صاحب الخشب: الخشب موجود، فلنرى كيف يتم الأمر. وخرج معا يحملون أكواما من الخشب. أوقد سهيل النار وأخذ يقلب الحجارة في الماء المغلي قائلا: سيكون الحساء أفضل لو حصلت على بعض البصل. قال صاحب الخشب: أنا أعلم أين أجد. وانطلق نحو حديقة منزل أخيه قائلا له: أحضر بعض البصل من الحديقة، وتعال لتشاهد كيف يمكن لهذا الجندي الغريب أن يصنع حساء الحجارة. قال الأخ: يا لهذه من الفكرة الغريبة. ثم أردف وهو ينتزع بعض رؤوس البصل من حديقة منزله. هيا بنا. وقف الرجال الثلاثة وهم يشاهدون الجنود يقطعون البصل ويضعونه في القدر. ثم يقول سهيل وهو يأخذ نفسا عميقا من القدر: آه، لو توفر لدينا بعض اللحم، دجاجة مثلا، سوف يضفي ذلك نكهة خاصة على الحساء الحجارة. جاري لديه العديد من الدجاج. هتف صاحب البصل وانطلق سريعا إلى جاره قائلا له:
تعال يا جار لتشاهد كيف يصنع الجنود حساء الحجارة. احضر معك من فضلك دجاجة لتعطي نكهة خاصة للحساء. قال الجار: على الرغم من غرابة الفكرة، إلا أنني متشوق لرؤية كيف يمكن أن يتم هذا الأمر. وضع سهيل الدجاجة في القدر وهو يبتسم، ثم فجأة حبس وجهه. ما مؤسف جدا إلا يكون لدينا بطاطس، ستكون الوجبة أفضل بك كثيرا مع وجود البطاطس. الجار صاحب الدجاجة هتف قائلا: لحظات وسيكون لديك كيس كبير من البطاطس. ذهب إلى جيرانه الذين يزرعون البطاطس قائلا: هل لي بعض البطاطس لنكمل طهو حساء الحجارة الذي يعمل عليه الجنود؟ قال صاحب المزرعة البطاطس: قل لي بربك كيف يمكن أن يصنع الحساء من الحجارة. حسنا، لا بأس، دعنا نرى. وبالفعل اختار بعض حبات البطاطس وأعطاها لزوجته التي غسلتها وقطعتها وحملها الثلاثة إلى الجنود ورموها في القدر. ورويدا رويدا بدأ الناس بالتعامل مع الجنود الثلاثة والاطمئنان للتعاون معهم، وتشجع المزيد من أهل القرية للاقتراب والتجمع حول القدر وتركب حساء الحجارة. كان أهل القرية يراقبون الجندي سهيل ويتذوق الحساء، ثم يقول: هذا رائع، هذا لذيذ، هذا جميل، فقط لو كان لدينا جزر. أختي تزرع الكثير من الجزر، هتف صاحب مزرعة البطاطس، ثم انطلق سريعا نحو منزل أخته وهتف بحماسة: الجنود يصنعون للقرية حساء الحجارة، هل يمكن أن تشاركي ببعض الجزر؟ صرخت صاحبة الجزر من الدهشة: حساء الحجارة؟ هذا غير ممكن. قال صاحب مزرعة البطاطس: الحساء جاهز بالفعل، ونريد بعض الجزر فقط للنكهة. قالت صاحبة الجزر: مدام الأمر قد أوشك أن ينتهي، هيا بنا لنكمله معا. وضع الجندي سهيل الجزر في القدر بعد تقطيعه، وكالعادة تذوق الحساء وقال: باقي شيئا واحدا فقط، وتكون هذا الوجبة أفضل حساء حجارة على الإطلاق، قليل من الملح ومثله من الفلفل. قال الجميع: نحن نعرف أين نجده. وانطلق الجميع إلى بيت الزعيم القرية وتحدثوا في عشوائية وبأصوات متداخلة: سيدي الزعيم، أهالي القرية كلهم متجمعون لرؤية ثلاثة جنود يصنعون حساء الحجارة، هل يمكنك أن تعيرنا بعض الملح والفلفل؟ قال زعيم القرية في دهشة: ثلاثة جنود، ولكنهم قد يؤذنكم. رد عليه أهل القرية جميعا: لا لا، إنهم مسلمون ومتعاونون. قدم زعيم القرية إلى مكان صنع الحساء وسره ما رآه من تشارك بين الأهالي والبهجة على وجوههم، وقال لنفسه: سنوات طويلة وأنا أحاول أن أجعل أهل القرية يجتمعون معا ويتشاركون الطعام، ولكن لم أكن أنجح. كيف حدث هذا؟ وبعد أن وضع الملح والفلفل، تذوق الجندي سهيل الحساء وقال: مدهش، إنه ألذ حساء للحجارة على الإطلاق، هيا احضروا الأطباق
أحضر القرويون الأطباق لم تكن فارغة، فقد شارك كل شخص بما يمكنه، فوضعوا بعض الخبز وقليلا من الأرز وشيئا من السلطة وبعض حبات الفواكه، واستمتع الجميع. جلس القرويون جميعا حول المائدة وتناولوا الطعام كما لم يفعلوا من قبل. وفي هذه اللحظة الرائعة قال الزعيم للجنود: إني أود أن أشكركم على الطبخ هذا الحساء الرائع اللذيذ، وبالنيابة عن أهل القرية أود الاعتذار منكم أيها الشبان الطيبون. لقد قلقنا عندما رأيناكم مقبلين علينا وأنتم تحملون سلاحا، فخفنا أن يكون قدومكم لإيذائنا في مساكننا، ونحن قوما مسلمون نبتعد عن الشر ونحب الخير. وهنا أدرك سعيد وسالم أنهما أيضا قد أخطأوا بحق أهل القرية عندما أساء الظن باعتقادهم ما أنهم بخلاء، وأدرك أن سهيل كان حكيما بحسن ظنه ومبادرته لإيجاد حل يرضي الجميع. قال الجندي سهيل: هذا الحساء لذيذ لأنكم جميعا شاركتم فيه، إن المشاركة تجلب السعادة، لو لم نتشارك ما كنا سنحصل على هذا الحساء اللذيذ. تعلم جميعا من تناول الحساء الحجارة قيمة التعاون والمشاركة وحسن الظن. خدر الجنود القرية، لكن قصة حساء الحجارة لم تغادر عقول القرويون، وصاروا في كل سنة يحتفلون بيوم حساء الحجارة ليتذكروا دائما أن في التعاون سعادة. أتمنى أن تكون القصة نالت إعجابكم. شكرا للاستماع.